سعداء جدا لاعطاء الانطلاقه، وتشرفنا بزياره السيد الوالي والسيده العامل ومجموعه من يعني من الكفاءات على صعيد مقاطعه الحي الحسني. اليوم كنعطيو الانطلاقه للمسبح المغطى الزبير اللي يعني تنجز في اطار تنميه الدار البيضاء الكبرى. يعني هذا سي ان بروجي بي دي جي سي اللي غادي يجي باش يقدم واحد الخدمات للابناء هذا الحي وابناء الحي الحسني في مجال السباحه. هذه قاعه مغطاه اللي كتوفر كل الشروط يعني للتدريب والتعلم لفائده التلميذات وفائده الشباب وفائده يعني النساء ورجال الحي الحسني. اليوم هذا المشروع تقام بما يفوق 13 مليون درهم. كيف لاحظتوا يعني كيقدم واحد البنيه تحتيه مهمه مشرفه جدا يعني لاستقبال شباب هذه المنطقه. ومناسبه باش نشكروا يعني كل المتدخلين في هذا المشروع من وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، من جهه دار البيضاء سطات اللي مساهمين يعني حتى هما مهمين في هذا المشروع، وايضا السيد الوالي وكذا اميناجمون اللي اشتغلت يعني على تنزيل هذا المشروع، بالاضافه بطبيعه الحال للسيده العامل اللي واكبتنا في تنزيل هذا المشروع على صعيد الحي الحسني. دون يعني باش ما نساوش نقدموا الشكر ديالنا للمديريه الاقليميه للحي الحسني ديال وزاره التعليم اللي قاموا الاستاذه خديجه قبابي والفريق اللي كيشتغل معاه اللي قاموا بواحد الدور مهم جدا يعني في تنزيل هذا المشروع. ولابد من نشكروا لا سوناغجيس اللي غادي تدبر هذه البنيه التحتيه مشكوره اللي يعني وضعت الثقه ديالها في الاكاديميه وفي هذا المشروع اللي غادي تدبروا ان شاء الله من اجل تقديم خدمه متميزه كتميز ان شاء الله بالجوده لفائده شباب هذه المنطقه. السونتر الحمد لله زوين، وجا الوالد شنو وكنتمنى من هاد الناس مواني الشركه يتعاملوا مع هاد الوليدات فين يكونوا، لقيت الوليدات ساكن ضايعين ما عندهم فين يدوزوا وقتهم، ما عندهم فين يكونوا، عندهم الحمد لله فين غيدوزوا الوقت ديالهم، شنو يبقوا على برا يبقوا في الشوارع. وانا كنتمنى من الناس هاد الناس الشركه يديروا واحد الثمن رمز قليل.